اسم المشروع مزارع زايد المستدامة. هدف من المشروع أن توفير للمياه والطاقة وللنباتات، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم 60% المياه عشان للزراعة، وال40% تحلل المياه للبحر بفحم والغاز. صراحة جاب لنا الفكرة إخواني الصغار، لأنهم كانوا شفناهم عندهم مشروع من المدرسة كان يخسروا وايد الماي، فقلنا أنا وأخوي الصغير ليش ما نسوي هالفكرة، وسوينا الحمد لله.